يوصف بأقوى مفكر ومحارب عبر التاريخ، إنه الصحابي الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه، رائد العبقرية العسكرية في قيادة الجيوش وإدارة المعارك، يكفيه رضوانا ومجدا أن قال فيه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. رحل زمن خالد، بل رحل زمن الكبار الذين لم يوجهوا سلاحا يوما إلا لأعداء شعوبهم، وحل زمن الصغار الذين لا يتقنون إلا التآمر على بني جلدتهم. خالد بن الوليد لم يهزم في معركة قط، وحكام اليوم لم يربحوا معركة في سبيل شعوبهم قط. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تفاعل نات، نقدمها لكم من قناة المغاربية في لندن. أعلن أحد الملوك في أرجاء مملكته ما يلي: إذا تمكن أحد من أن يختلق كذبة وقلت له هذا كذب سأعطيه نصف مملكتي. فجاء إليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء غريب، لكنه يحدث، وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة. وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك وقال له: أعذرني أيها الملك، لقد تأخرت إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شق فيها البرق السماء، فذهبت لأصلحها. فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر. وذهب الخياط أيضا دون أن ينال شيئا. فجاء رجل آخر يتأبط برميلا، فقال له الملك: ما شأنك أنت والبرميل؟ فأجاب: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصاح الملك: أنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الرجل: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الرجل: إن كان هذا كذبا فأعطني نصف مملكتك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الرجل: إن كان هذا صحيحا فأعطني إذن برميلا من الذهب. فأعطاه طبعا الملك برميلا من الذهب مرغما مهزوما، ويقال أنه منذ ذلك اليوم والحكام من بعد ذلك الملك يتفاوتون في اختلاق الأكاذيب على شعوبهم انتقاما لتلك الخسارة. ففي الجزائر قيل وراجى أن الشعب الجزائري مستمتع هذه الأيام بما تعرضه السلطة عبر أعلامها من سلسلة كوميدية يطلق عليها الناس هناك اسم دحدحيات النظام. فما قصة الدحدحية يا ترى؟ لنشبع فضولكم مشاهدينا، القصة وما فيها أن السلطة شعرت بإيذائها للشعب عندما لم توفر له مقومات الحياة من أكل وشرب وزيت وبطاطا وحليب، فقالت يلا لنرفه عنه على الأقل، فاخترعت في بدء الأمر دحدوحا فضحك الشعب. سنزر قال: المدعو أبو الدحدح جوليبي، التحق بالجماعة الإرهابية عام 1994 بالغضارية. احنا حبينا الفكرة نتاعنا، الفكر المسلح والفكر الجهادي والعنف، حبينا ننشروه للمجتمع الجزائري عبر هؤلاء. هذا بعد هذا اخترعت آخر شاع أنه من منطقة القبائل والعهدة على الراوي. جو عندنا مش الدهلة نتاع بويرة، كاينو زوج نتاع بتجاية ثانية نتاع أقبو كيف كيف نتاع تيزي وزو، الجماعة نتاع المكة هذوك جاو عندنا. قالنا يا ولدي نور الدين، بيسك انتوما راكم تبزنزو في السلاح وكاع. قال يا ولدي اسكو تنجمو تجيبونا سلاح؟ انا نمشي وين نلقى سلاح؟ وضحك الشعب أيضا والله أعلم. قيل أن الحلقة المقبلة ستكون من نصيب الشاوية، أو ربما يخرج من بين الصحراويين الذين هم أيضا يطالبون برحيل النظام، وكل ولاية تسول لها نفسها معارضة سلطة تبون طبعا سيرسل لها دحدوحا على المقاس. حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قبل يومين تفكيك خلية قالت عنها انفصالية، وقالت إنها كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك السلمي، وأضافت أنها كشفت أيضا عن إعداد هذه الخلية لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد وتخطط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط التجمعات الشعبية بعدة مناطق من الجزائر، هكذا قال البيان. لكن لما استيأست وزارة الدفاع من تصديق الناس لها وكيف قوبل بيان هو هذا بتكذيب عارم على فيسبوك وتويتر وغيرها، أرادت تعزيز أقوالها فجلبت رجلا
قال أنه قبالي محفف الشعر أملس الوجه نظيف الثياب لا تبدو عليه وعثاء السجن ولا الإرهاب، وقال بكل فخر أنه دحدوح ويبيع السلاح ويشتريه للقبائل حتى ينقلبوا. هيا 2500 الحبة، 2500 يا كمال 2500 2500 الحبة. هيا الحلو هيا الحلو هيا الحلو، كل البنان كل البنان كل البنان 2500. هيا رابعة ب 1506 جراد، وي رابعة ب 1506 جراد، وي هكذا كان المشهد في بجاية وتيزي وز والبويرة. كما كانت التفاعلات بحجم الحدث فزان الفضاء الافتراضي بسخرية الجزائريين ممن قالوا عنها محاولات يائسة من سلطة تبون إيقاف الثورة السلمية بالتخويف والإرهاب وبهذه الطريقة الرخيصة كما قال المدونون. فكتب أحمد: كتروح حسب الدحدوح القبيلي شراء الكلاشينكوف في الجزائر أسهل من شراء قرعة زيت وشكارة حليب. وهنا ألحق منشوره بصورة هذا الذي قال أنه دحدوح القبائل: كي تروح تشري سلاح تقول أعطيني زوج تاع بندقيات ثلاث تاع مسدس ورجع لي الصرف. أما في تدوينة أخرى قال قاسي أن دحدوح القبائل مختص في المتاجرة بالأسلحة النارية يعترف بكل حرية على المباشر، عيب عليكم. في تدوينة أخرى قال رمضان عيدون: قال لك الدحدوح العربي كان شريك مع الدحدوح الإقبالي ووقع بينهم خلاف على صفقة طائرات وشوي دبابات فباعوا بعضهم للديارس. هكذا تندر الجزائريون ومعهم تندر الديمة. وقالت الدحدوح الجديد مهزلة التلفزيون العمومي، قال لك وين نلقى سلاح نشري شكارة حليب وقرعة زيت، مكاش بالصح الكلاش كاين، بالصح دحدوح الإقبالي حطه على الدحدوح العربي.